أعزائي المشاهدين، ورجعنا تاني من قناة أبو كيلو الهندسة والابتكارات. النهاردة مش هنعمل أي فكرة وبس، دي فكرة ومن أهم الفكرات حظاظة الإيد الأسورة. كل الشباب بيستخدمها والبنات بيزينوا بيها إيدهم، وهي منظر طبيعي جميل جدا. النهاردة هنعملها مع بعضينا. الشباب ممكن تفتح بيها مشروع عند الكوبري، تباع في العربيات، فكرة جميلة جدا، وممكن يحتاجها الناس الغلابة يعملوها في البيت ويفتحوا بيها المشروع. هنحتاج حاجات بسيطة جدا، هنحتاج خيط الصوف حسب الرغبة، الألوان زي ما انت تحبي، وهنحتاج مقص. المقص الأفضل يكون انه حاد لأنه يبتدي يقص جيد. انتظرونا، هنعمل 4 خيط من الكحلي واثنين من الاصفر، او ممكن 4 خيط من الاصفر واثنين من الكحلي حسب الرغبة. ممكن تشكلي، احنا بنشكل زي ما انتم شايفين يا اصحابي كده وكده، يعني تعملي بيها اشكال. هنبتدي مع نقص مع بعضينا يا اصحابي 4 خيط كده، تنيهم 4، تعمليها على حسب ايدك، ومن دي برضك هنعمل 2. احنا عملناهم يا اصحابي زي ما انتم شايفين، وهنبتدي نضفر مع بعضينا. انتظرونا، نربطها من فوق يا اصحابي زي ما انتم شايفين. 4 فردات من الكحلي واثنين خيط من الاصفر. هنحتاج يا اصحابي حد يمسكها لنا بحيث ان احنا نضفرها مستقيمة زي ما انتم شايفين يا اصحابي. هنضفر مع بعضينا. هنضفرها يا اصحابي زي ضفرت الشعر. وبصي يا اصحابي، ممكن تشكليها تعملها سنبولة، او ممكن تعمليها ضفيرة عادية، ممكن نعملها كمان ضفيرة عريضة، ضفيرة رفيعة، زي ما تحبي، بس احنا يعني بوريك الفكرة زي ما انتم شايفين يا اصحابي. وبعدين هنبتدي نربطها زي ما انتم شايفين يا اصحابي. هنربطها ادي شكلها يا اصحابي، شكلها جميل جميل جدا، وكمان بتوفر من المال. وعملنا احنا شكلين يا اصحابي زي ما انتم شايفين. ادي شكلها زي ما انتم شايفين يا اصحابي، شكلها جميل جدا. ممكن تعمل 2 أو 3 جنب بعضيهم، شكلها جميل جدا. عملنا كمية كبيرة منهم يا اصحابي. ادي شكلها جميل جدا. ولو عجبكم الفيديو تنسوناش باللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والإشعارات. باي.